ما المطلوب منا حاليا من الجيش الأبيض، من المواطنين، من الجميع؟ تعتبر حالة طوارئ هذه للحفاظ أكثر. فقدنا أعزاز، فقدنا ناس رياضيين، فنانين، شعراء، كثير من حبايبنا، من أهلنا، أمهاتنا، أخواتنا، أخواننا، آبائنا. ما المطلوب من عندنا في هذه الفترات الحرجة؟ يعني بالتأكيد الدور الأكبر الآن هو على الجزئين. الجزء الأول هو الإعلام، يعني في تقدير يعني أهم دور الإعلام لا يقل أهمية عن دور وزارة الصحة في التصدي. وزارة الصحة في الفترة الأخيرة بعد الجائحة، بعد بدايتها، تطورت قدراتها في جانب الجائحة. احنا كلنا نعرف أن وزارة الصحة تعاني من اختناقات كثيرة موروثة، وبعضها بسبب نقص التمويل الكبير اللي يعني ما حد مهتم بها بالشكل الكافي لخدماتها. يعني تحتاج أضعاف أضعاف ميزانيتها الحالية حتى تقدر تقدم خدمات أفضل. لكن في جانب الجائحة بالذات، التطور اللي صار ومقدار الخدمات اللي تقدمها الوزارة ومقدار التطور في عدد الأجهزة اللي تم استيرادها فعلا ووضعها لدعم يعني كان فد شيء هائل. لكن يبقى احنا مشكلتنا الكبيرة هو ذولا اللي يخافون من التلقيح واللي يسمعون كلام الأشخاص السيئين. في دول العالم الآن يعني أي طبيب أو أي شخص يتحدث بشكل سيء عن موضوع فعلا اللقاحات، في بريطانيا مثلا يسجن، يعني ياخذوه يسجنوه، خصوصا إذا طبيب ينهون خدماته كطبيب، يعني تنسحب شهادته. يعني هذا لازم يكون موضوع أكثر وعي، جدي. ايد واحده ما تصفق الوزاره، يعني يعني ما تقدر تسيطر وحدها اذا ما يكون وزارة كنا. من جانب استعداداتها أعتقد حاليا بوضع جيد. المواطن يجب أولا أن يعي دوره في هذه القضية. أولا لبس الكمامات، التباعد، عدم حضور مناسبات غير مطلوبة أن يكون بها تجمعات كبيرة، الدخول في مناطق لازم يكون بها تهوية، هاي كلها لازم يراقبها، غسل الإيد، هذه كلها مراقبة. موضوع توقعاتك التفقيد، دكتور، توقعاتك راح نرجع للمربع الأول، حظر تجوال، تباعد اجتماعي، كمامات، تعليم إلكتروني، بالواقع حسب قراءتك؟ الرجوع لهذه المراحل السبب الوحيد له هو لما تختنق المستشفيات في عدد المرضى، ويصبح عدد المرضى اللي واقفين بالباب يريدون يدخلون في العناية المركزة وفي المستشفى أكثر من قدرة استيعاب المستشفى. الله لا يقولها، هذا السبب الله لا الوحيد اللي يقولها. يخلينا أنا نسوي بس حظر للتوضيح حتى دكتور، تسطح المشاهد من باب المرحلة. التوعية، تحبذ الجرعة الثالثة، تؤيدها حتى نصدر للشارع العراقي وندعمهم للتلقيح لقاح ثالث، وكذلك الغير ملقح يروح يلقح مرة ثانية، أو الأولى أو الثالثة، تؤيدها؟ يعني الأهم هو أن يلقحون الناس بجرعتين، اللي ما متلقح يلقح، هذه الأولوية الأولى يجب أن تكون. الجرعة الثالثة وزارة الصحة العراقية أصدرت تعليمات جيدة جدا حول الجرعة الثالثة من أعمار 60 فما فوق، الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، الأشخاص اللي طبيعة عملهم تفترض أنه يكونون بتعرض عالي، احتمال تعرض عالي للمرض مثل الكوادر الطبية. فالجرعة والأطفال دكتور، الثالثة الأطفال صار أطفال لغط بهذا الموضوع، حابة أوضحه للمشاهدين الكرام، الأطفال بأي عمر؟ الأطفال من عمر 12 سنة في العراق الآن يتم تلقيحهم. 12. في أمريكا إحنا الآن نلقح من عمر 5 سنوات إحنا فما ليش فوق. من نقلها تجربة؟ أكيد تنقل التجربة، بس يعني تحتاج إلى كل دولة عندها، يعني أمريكا الدولة الوحيدة أعتقد اللي تلقح من 5، وأعتقد يعني بعض دول أوروبا بدأت الآن تدرس الموضوع. وأعراض جانبية ماكو؟ لا توجد أعراض جانبية بالمفهوم الخطر. احنا دائما نسوي موازنة بين المرض، أعراض ومشاكل المرض، وبالمقابل أعراض ومشاكل اللقاح. فمشاكل اللقاح أقل من 1.11، يعني كلش قليلة ممتاز مقياسا إلى مخاطر. ممتاز. وثانيا كل اللقاحات نفس المخاطر بها، إذن يعني إحنا حنا الوحيد هو اللقاح، ونحافظ على اللقاح نفسنا، زائد وصايا الالتزام التباعد بالوصايا والإرشادات العامة. الصحية. إحنا سابقا من بدأت الحالة نتمنى بس يقولون يا الله اكتشفوا لقاح، ثلاثة عندنا، ثلاث أنواع موجودة نعم، ومجال روح ناخذها لحد ما تصير الطامة الكبرى والمصيبة، يلا نرجع مرة ثانية ندور على لقاح، اللقاح موجود، ما نريد نضغط على الوزارة، عفوا على وزارة الصحة وعلى الجيش الأبيض. أخواني أترجاكم، شوفوا العالم الجاي يسوي بعد إذنك دكتور.